هي بكرة السنة دي هتبقى نسائية ولا إيه؟ أهلا بيكم وحلقة جديدة من الروائي، القناة اللي بتناقش وبترشح أهم وأحدث الروايات العربية والأجنبية المترجمة. رواية النهاردة هي النبيذة للكاتبة العراقية إنعام كجاجي، صدرت عن دار الجديد في لبنان أواخر 2017، وهي الرواية الرابعة ليها ودخلت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية السنة دي 2019، واللي هيتم الإعلان عن الفائز 23 إبريل. بتبتدي الرواية بالتعرف على سيدة مسنة في مستشفى باريس بتتابع في التلفزيون أحداث الربيع العربي. اسمها مدام شامبيون أو تاجي عبد الحميد أو تاجي الملوك، عراقية من أصل إيراني تنقلت من إيران للعراق وهي صغيرة مع أمها وجوزها اللي حملت اسمه بعد كده. تاجي متحررة ورافضة تكون سيدة تقليدية بتتبع الراجل في كل شيء على حسب تقاليد المجتمع العراقي في أربعينيات القرن الماضي. اشتغلت صحفية وفضل علاقاتها الكتير بالسياسيين وناس في البلاط الملكي نفسه قدرت تأسس أول مجلة ترأسها سيدة. لكن حياتها في العراق مش بتستمر بنفس النجاح والسهولة دي، بتسافر لبلاد كتير ومع ناس مختلفة لغاية لما تستقر في باريس. وديان شابة عراقية بتزور تاجي في المستشفى، ورغم فرق السن الكبير اللي ما بينهم واللي بيصل للضعف إلا إنهم بتنشأ بينهم علاقة صداقة قوية. عازفة وكانت في الفرقة السيمفونية العراقية، بتصاب بصمم جزئي لأنها رفضت الخضوع لنزوات إحدى الرؤوس الكبيرة في العراق. بتسافر باريس ضمن بعثة لدراسة الموسيقى، وهناك بتخضع لعملية رجعت لها سمعها بشكل مقبول. وأخيرا منصور البادي صحفي فلسطيني، زامل تاجي الملوك في فترة عملهم في إذاعة كراتشي. حب تاجي الوحيد رغم عدم تصريح أي منهم بده، ورغم إن كل واحد راح في طريق من زمان. إيه حول تاجي الملوك لتاجي عبد الحميد لأرملة ضابط مخابرات فرنسية؟ اللي يخليها تصادق بنت في عمر بنتها زي وديان؟ وبعد السنين دي كلها هتعمل إيه لما تجيلها فرصة تتواصل تاني مع حب عمرها منصور البادي؟ ارتدت تاج الملوك أسماء كثيرة، رقصت بها ثم خلعتها، رمتها في صناديق الكرتون تحت تختها. لم تعد تتذكر كم سريرا احتواها في البلاد، فراش للولادة وللغواية وللضجر وللأحلام وللنعاس، ومنام للشيخوخة والمرض. لو كان هناك منطق في كل هذه المتاهة لكانت الآن تلملم قصاصاتها الصفراء، تربط شعث شعرها وراء رأسها وتمضي بدون أن تلتفت، لن تلقي نظرة أخيرة على فوضى دنياها. حياة مثل قلائد السحرة والمشعوذين، ملضومة من بقايا خشب وخزف وعاج وريش وجلود، أغاني بلغات شرقية وغربية، خرز ملون وقطرات دموع تحمل أسماء عشاق يائسين، جواسيس وأمراء وقوادين، توليفة قديمة من القرن الماضي لم تعد متوافرة إلا في صور الأسود والأبيض. النبيذة من الروايات اللي لقيت صعوبة في تلخيص قصتها، لأنها بتدور في سنين كتير عن ثلاث شخصيات رئيسية وفي أماكن متعددة. بتغطي الرواية حوالي 80 سنة من التاريخ الحديث للوطن العربي وخاصة العراق. بيتم السرد على لسان ثلاث شخصيات رئيسية، تاج الملوك وديان منصور البادي. بنروح من العراق لإيران لباكستان لمصر لفرنسا لفنزويلا وغيرهم. رواية بالتشعب والثراء ده ملهاش إلا نتيجة من اتنين، يا تبقى عظيمة بالقدرة على جمع كل الشخصيات والأماكن والأحداث دي في خيط سهل التتبع، أو الدنيا تفرط منها وانتوه بين كتر الشخصيات والأحداث اللي بتتقدم قدامنا. والقديرة إنعام كجاجي قدرت بكل براعة إن هي تقدم لنا ملحمة روائية بسيطة، وأنا قاصد الكلمتين دول جدا، ملحمة وبسيطة. بتفتكر إنك قدام عمل عن قصة صعود صحفية عراقية جريئة وعلاقتها بالناس اللي حواليها والأحداث اللي مرت بيها في حياتها، لكن كل ما بتتقدم بيك الأحداث وبتلاقي نفسك بتنتقل بين الأماكن والشخصيات والأزمان بكل سلاسة وبدون أي معاناة، بتدرك مهارة الكاتبة الشديدة وإنها عيشتك من غير ما تحس أماكن وشخصيات وأحداث كتير جدا. عرفت تاريخ الثورة العراقية وتنقلها من الملكية للجمهورية، قيام دولة باكستان الجديدة، شافيز ودوره في فنزويلا،
يعني نقدر نقول من كده إن هي رواية تاريخية أغلب أحداثها معروفة وشخصياتها حقيقية؟ لا برضو، ورغم وجود كل الأحداث دي في الرواية، شخصياتها بتظل هي البطل والمحرك الرئيسي. إحنا بنشوف تأثير الزمن والأحداث على ناس بنقرب منهم بشدة، وده بسبب إن كل واحد فيهم بيقول حكايته على لسانه. إزاي كل واحد فيهم بتضطر الظروف إنه يسيب بلده ويروح يعيش حياة جديدة عليه تماماً؟ مفيش فيهم شخصيات مثالية، وده خلاهم متصدقين جدا. وكمان العلاقة اللي اتكونت بينهم كانت شديدة العزوبة. سيدة بتعدي 80 سنة بكل اللي شافته في حياتها الطويلة بتصادق بنت في عمر بنتها، بتآمن ليها وبتفتح صندوق ذكرياتها المليان، وازاي وديان شافت فيها أمها اللي بعدت عنها من سنين وصبرت على طباع صعبة لسيدة مسنة، ومنصور البادي اللي شاف بعينه وهو صغير زحف اليهود على بلده، تنقله لكذا بلد ووصوله لمنصب دبلوماسي رفيع المستوى. الفصول القصيرة وإن كل واحد على لسان شخصية وفي زمن ومكان مختلف ساهم إن الرواية تكون شديدة الرشاقة والريتم يكون سريع. الحوارات اللي دارت بين الشخصيات كانت قصيرة، علشان كده ظهرت طبيعية جدا ومؤثرة في الأحداث. النبيذة رواية متميزة جدا، وراها قلم متمكن، عارف كويس هو رايح فين وعايز يقول ايه، ورغم طول السنين اللي بتدور فيها والشخصيات والأحداث اللي بتحتويها، إلا إن ده ما أثرش على جمال وبساطة الحكاية، لكن بالعكس أضاف ليها بعد تاني قوي، وأعتقد هتكون منافس قوي جدا على جايزة البوكر السنة دي. كده رجعنا 3 روايات من القايمة القصيرة وفضل لنا زيهم. استنوا باقي الحلقات اللي جاية واتفرجوا على اللي فات. سلام.